المرأة إن تكلمت بها جمال وإن صمتت تزداد جمال، هي الوحيدة كلامها وصمتها جمال. المرأة لا تطلب شيئا، لا تطلب شيئا. المرأة كل ما تريد هو عنصر الاهتمام، لأنها في نظرها استحق كل شيء. لا تجعلها تنتظر طويلا بكلامك، بمشاعرك، بهمسك، ببث حبك لها. لا تجعل المرأة تقف على باب قلبك تطلب منك الاهتمام. أنت كلما احترمت المرأة، كلما احترمت المرأة احترمتك، وكلما المرأة احترمت نفسها احترمها من حولها، فهي ثمينة، فهي ثمينة وغالية. المرأة بعاطفتها، المرأة بعاطفتها إنسان تتفوق على جميع المخلوقات. Likee.